المكون من سيقدم الجائزة السيد عزيز العراف نائب رئيس الجامعة الملكية لكرة المدرسة. وأنادي على عقيد سارة. مخافي خولة. إقباج ياسمين. عميد منتخب سيد شامومي محجوب. المرتبة الثانية بنات، وتقدم الجائزة من طرف السيد رضا الصغيني المدير الإداري للبطولة. وأنادي على بوصيري أروى. رقيم سارة. بن جبارة هبة. وعميد منتخب سيد عبد الرزاق حميد. بطل هذه الدورة الفريق المصري والمكون من محسن علي لينا. وتقدم الجائزة من طرف السيد بالهادي. عضو جامع. Pardon, s'il vous plaît, pardon. أحمد أبو السعد هانية. مصطفى علي عزة ياسمين. وعميد فريق السيد عماد رمضان. أحمد نزيه عذرا. وتقدم الكأس لعميد الفريق السيد رمضان. الذكور والمرتبة الثالثة المنتخب الجزائري. ستقدم الجائزة من طرف سيد خالد عفيف المدير التقني للجامعة الوطنية المغربية للتنس. وأنادي على علي موسى أيمن. علي موسى. لبني محمد فرقان. إبراهيمي رمزي رؤوف.